استاذ عماد، اللاعب الخارجي دائما حاضر في كل الانتخابات بتنصيب رئيس الوزراء. ممكن بهاي الانتخابات شويه اكو تغيير المعادله، لو يبقى اللاعب الخارجي يهيمن على السلطه التنفيذيه بالترشيح الاسماء سواء الرئاسات الثلاث، جمهوريه او مجلس نواب او رئاسه الوزراء؟ خلينا نكون واقعيين، اللاعب الخارجي يلعب دور، امريكا وايران يلعبون دور اساسي. يعني مرشح كان ما يعني او ايران، فمن الصعوبه جدا انه يصل هاي المناصب الثلاثه. يعني مساله كبيره على اساستنا في البلد، يعني على اي اساس يكون مجال سواء امريكا او ايران؟ عندنا صندوق اقتراع الاكبر، عندنا كاسه، عندنا هم يقررون منو يدير البلد، حكومه حريه انه تنتش العراق من هذا المستنقع اللي احنا به، كل الاسئله والمجالات. ولكن للاسف يعني يعني اقول الصراعات على المناصب وعلى المغانم وعلى الحزب المكتسبات الحزبيه خلت الفرقه بين ابناء البلد الواحد، وصار اللي صار. احنا يعني اذا احنا نريد يعني فعلا نريد عراقيين وكساسه عراقيين انه فعلا قلم اظافر التدخلات الاقليميه والدوليه ونلجا الى الدستور، فقط نطبق الدستور ما عندنا اي مشكله. ولكن الدستور احنا من صوت الشعب، يعني صيغه الدستور وصوت عليه الشعب، ركن على الرف اكثر المواد مخروقه، يعني بالنسبه للمحافظات، بالنسبه للاقاليم كثير من المواد، يعني نحتاج حلقات نحكي. طيب هو يجي سؤال. اي تفضل. امريكا كانت في السماء وايران كانت على الارض، ببساطه لانه كانت الاتفاقيه النوويه لا زالت قيد التنفيذ 1+5. بعد ما اجى ترامب لغى الاتفاقيه، لا، ايران صارت عدوه امريكا بعد ما ينتقم، واحنا صرنا ضحيه، واحنا صرنا ساحه خشيت الحسابات. طيب نعم. هو انا اريد اسال على قضيه تشرين وتغيير حكومه عادل عبد المهدي والاتيان بحكومه الكاظمي، وانجبرنا ان نذهب مو الاربع سنوات تقويميه الى انتخابات مبكره. سؤالي هنا، هل تعلم الدرس القوى السياسيه في اختيارات شخوصهم بالمرحله المقبله؟ لا اظن، لان القوى السياسيه اخذت درس وتعلمت. يعني بهاي الفتره، احنا هذه الفتره اللي نحت فيها حكومه السيد عادل عبد المهدي، دخلنا مشاكل لها اول ما لها تالي، يعني صراعات داخليه وضحيتها المواطن، يعني ضحيتها بعدم وجود الامان، العامل الاول الاساسي بغياب الامان وغياب الخدمات وغياب الخدمات الصحيه وكل يعني ابسط مقومات الحياه ما يلقيها المواطن العراقي، الماء والكهرباء. فاذا يعني ما تغير ولا اخذوا درس، هو نفس الصراع باقي بس العملية تغيرت أو الآلية. بالنسبة للانتخابات المبكرة طالب بها التشريعي، وين المبكرة؟ حتى قلنا أنه أجريت الانتخابات في 10/10، ففارقها بين نيسان 2022 6 أشهر 7 أشهر، هذه اللي أجريت. وأنا يعني كرأيي الشخصي أتصور ما لن تجرى الانتخابات في 10/10، سوف تؤجل وترحل إلى شهر نيسان 2022.